السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الأخصائية الأستاذة نيفين السيد رزق، أخصائية الصحة النفسية والتخاطب. جلستنا اليوم النهاردة إن شاء الله بتتكلم عن مراحل العمر بالنسبة للجنسين، بالنسبة للمذكر والمؤنث. هناخد دلوقتي بنت صورة مجسم وصورة وعلى الكمبيوتر. بنت 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 بنت، عرف مجسم وعرف صورة. لازم الأم يبقى ما عندها الأدوات دي عشان لما تيجي تعرف ابنها أو بنتها لازم الأدوات تبقى قدامها، مجسم وصورة، عشان بعد كده تعرف تميز ما بينهم. بنت 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 بنت. كمبيوتر، نكبر الصورة. معلش أسفة. بنت، اكبر. بنت بنت بنت. لو الطفل بنت تعرف نفسها، لو الطفله بنت تقول انا بنت، تقف قصاد المرايه، مامتها تقف وراها وما تظهرش نفسها، تخلي البنت هي اللي شايفه نفسها قدام المراه، وتمسك ايديها وتحطها على صدرها وتشاور انا بنت انا بنت انا بنت. بنت اللي بعده، مجسم اللي بعده. ولد 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 ولد، ده ولد مجسم صورة. ولد 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 عبر الكمبيوتر. ولد 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 ولد. لو الطفل ولد يقف قصاد المراية ويقول أنا ولد أنا ولد. لو اسمه أحمد، أنا أحمد ولد أنا أحمد أنا ولد. لو بنت، أنا منى. هكذا لو منى أو هند أو أميرة أو يارا، أنا بنت انا بنت انا منى انا بنت. يبقى انا عرفت النوع وعرفت ازاي ان هي تعرف نفسها سيرة ذاتية، ان هي تتكلم عن نوعها وعن اسمها. تمام، يبقى انا عرفت دلوقتي الفرق ما بين الولد والبنت. ده ولد ودي بنت. بنت هناخد من نوع مرحلة تانية من مراحل العمر. بيبي بيبي، معلش اعذروني بقى، انا مش معايا مجسم ولا صورة، مش متحضرين حاليا، هنشتغل على الكمبيوتر. بيبي بيبي نونو بيبي بيبي نونو يرضى لبن. بيبي بيبي يرضى لبن. بيبي نبصر بعدها. بيبي بيبي يرضى لبن يرضى لبن. بيبي 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 يرضى لبن يرضى لبن. الصورة اللي بعدها، بيبي بيبي. عندنا كذا صورة للبيبي. صورة تانية جاهزة دلوقتي، جيبها من هنا. بيبي نايم بيبي نايم بيبي نايم بيبي نايم بيبي بيبي نونو نايم. ناخد صورة تانية. بيبي نونو بيبي نونو بيبي نونو. دي مرحلة تانية. احنا خدنا اول حاجة مرحلة الطفولة، مرحلة البيبي حديث الولادة،
هناخده مرحلة الشباب. سيدة، ست، امرأة، شاب، ناخد كل المسميات كل المصطلحات عشان ما يبقاش جديد على الطفل ان هو يعرف يعني ايه سيدة، ست، امرأة، شاب، كلها مصطلحات تقوليهم كلهم. شاب، بن، اسفة، شاب، سيدة، ست، امرأة، شاب، سيدة، شاب، سيدة، شاب، سيدة. ناخد السرعة اللي بعدها. سيدة، 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 شابة، 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 ست، ست، شاب، راجل، شاب، راجل، شاب، راجل، شاب، 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 راجل، 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 رجل، رجل، راجل، شاب، 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 رجل، شاب، رجل، شاب، رجل. كبر الصورة شوية. شاب، رجل، شاب، رجل، شاب، رجل. الصورة بعديها مرحلة الشيخوخة. عجوز، سيدة، عجوز، سيدة، عجوز، سيدة، تيتا، عجوز، سيدة، تيتا، عجوز، سيدة، 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 عجوز، سيدة، عجوز. الصورة اللي بعدها. رجل، رجل عجوز، رجل عجوز. كبر الصورة. رجل عجوز، رجل عجوز، رجل عجوز. ناخده كذا شكل. رجل عجوز ماسك عصاية، رجل عجوز ماسك عصاية ساند على العصاية، رجل عجوز، سيدة عجوزة، سيدة عجوزة، سيدة عجوزة، سيدة عجوزة، 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 عجوز، سيدة عجوز، عجوزة، عجوز، الاتنين واحد. سيدة عجوز، سيدة عجوز، او نقول عجوزة مش هتفرق، هي سيدة عجوز، عجوزة، عجوز، عجوز، سيدة. سيدة عجوز، سيدة عجوز، سيدة عجوز، عندها شعر أبيض، عندها شعر أبيض، سيدة عجوز، سيدة عجوز، سيدة عجوز، سيدة عجوز، عندها شعر أبيض. كده احنا خدنا مراحل العمر من اول مرحلة الميلاد، الشباب، الطفولة والشباب. تاني، مراحل العمر، طفولة، معلش اسفة، مرحلة بعد الميلاد، طفولة، 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 أنا عكست معلش اعذروني، تاني من الأول معلش. مرحلة بعد الميلاد، بيبي، 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 مرحلة الطفولة، ولد، طفل، ولد، طفل، بنت، طفلة، بنت، طفلة، بنت، طفلة. بعد كده مرحلة الشباب، بين، سيدة، شابة، سيدة، شابة. وبعد كده خدنا رجل، شاب،
رجل شاب، رجل شاب، رجل شاب، سيد، سيدة عجوز، سيدة عجوز، رجل عجوز، رجل عجوز. لغاية دلوقتي احنا خلاص خلصنا دي مراحل العمر. الجلسة الحالية دي خلاص الحمد لله انتهت. يا رب تكون استفدتوا وتفيدوا أولادكم. موفقين ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو يا رب لايك، يا رب ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس زر الجرس وعشان يوصلكم كل جديد. وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.